طيب خلونا نروح لموضوع آخر، وفي الحقيقة يعني هو موضوع في غاية الأهمية ضمن يعني حزمة الحماية اللي بتتم للمواطنين، الحماية الاجتماعية تحديدا، لأن النهاردة 16 سبتمبر وده بيصادف اليوم العالمي، لأن نروح كده لموضوع آخر من الحماية الاجتماعية، اليوم العالمي لحماية الأوزون، وإحنا بنتكلم على كوب 27 وعلى يعني خلاص بقى عد تنازلي أقل من 60 يوم تحديدا، ومصر هتستضيف قمة المناخ النهاردة اليوم العالمي لحماية الأوزون. وفي اليوم ده سنة 1987 تم توقيع بروتوكول مونتريال، واللي بيعتبر من أول يعني أو بيعد من أوائل الاتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة. والحقيقة أن الكلام في الأوزون تحديدا لا ينفصل بأي شكل من الأشكال عن التغيرات المناخية اللي بتحدث وبنعيشها دلوقتي. خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر عن هذا الموضوع من خلال الدكتور عزة لويس، رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة ومنسق مشروعات بروتوكول مونتريال. صباح الخير يا دكتور. صباح النور وتحياتي لكل المشاهدين. يعني دكتور، عاوزين في البداية نعرف أهمية هذا اليوم، اليوم العالمي للأوزون، وأهمية الاحتفال بيه. هو النهارده بيصادف ان العالم بيحتفل بمرور 35 عام على بروتوكول مونتريال، اللي هو بيعتبر اول عمل جماعي حقيقي كاستراتيجيه موحده تخاطب مشكله بيئيه مشتركه. نعم. تضع حد لواحد من اشد التهديدات اللي تواجه البشريه على الاطلاق، وهو استنفاف طبقه الاوزون. نعم. طبقه الاوزون هي الدرع الواقي الذي بيحمي صحه الانسان وسلامه البيئه، اللي هي غلاف رقيق يحيط بالكرة الأرضية وبيحد من وصول الموجات فوق البنفسجية القصيرة بتركيز كبير إلى كوكب الأرض، مما يحافظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان. نعم. طيب تفضل يا دكتور. تفضل. هو مصدر التهديدات البيئيه عموما يعني بياتي من نتيجه انشطه الرفاهيه البشريه والتكنولوجيات اللي ابتدعها الانسان مع تطور الحياه المدنيه واستحداث مواد كيميائيه مخلقه ينتج عن اطلاقها في الجو تاكل طبقه الاوزون، او تفاقم لظاهره التغيرات المناخيه، لأن طبعا العديد من المواد المستنفذة للأوزون هي برضه من أقوى الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري. طيب يعني خلينا دكتور عزت نستغل وجود حضرتك معانا و يعني تعرف السادة المشاهدين عن موقع وحدة الأوزون اللي تم إطلاقه وأيضا الهدف منه. هو وحدة الأوزون الوطنية هي وحدة موجودة في كل دول العالم المصدقة على بروتوكول مونتريال، و يعني من دواعي الفخر ان بتكون وحدة الأوزون المصرية دي يمكن اول وحدة نشأت في بداية التسعينات واول وحدة على مستوى افريقيا والعالم العربي كله، وهي بتساعد وزارة البيئة في تنفيذ البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون، وبتضمن الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق متابعة تنفيذ كل الأنشطة اللي هي خاصة بهذا الموضوع. نعم دكتور، يعني ما فيش شك إن التغيرات المناخية اللي بتحصل دلوقتي يمكن سبب رئيسي لهذه التغيرات، يمكن ثقب الأوزون اللي احنا أكيد عارفينه. إيه العلاقة ما بين الأوزون والتغيرات المناخية اللي بتأثر بشكل مباشر على البيئة وبتهددها؟ هو بداية طبقة الأوزون كغلاف غازي رقيق بيحيط بالكرة الأرضية بيحفظ التوازن بتاع كوكب الأرض. نعم. وهناك علاقة وثيقة ما بين التغيرات المناخية وبين ظاهرة ثقب الأوزون، لأن دول الاثنين أكثر مشكلتين أو ظاهرتين عالميتين
بيأثروا على العالم كله. صحيح. ملهاش تأثير محدود على دولة محددة. ويعني عشان كده ثقب الأوزون ده دكتور بيأثر على ارتفاع درجات الحرارة أيضا، صحيح؟ بيأثر على حاجات كتيرة جدا. يعني هو ليه تأثيرين. أولا تأثير على صحة الإنسان، لأنه الموجات الفوق بنفسجية القصيرة لما تصل بتركيز كبير في حالة إن طبقة الأوزون ما تكونش في حالتها متعافية، ما بتمتصش كل هذه الطبقة، فلما بتوصل إلى سطح الأرض بتؤثر، تسبب سرطانات للجلد، وتسبب الكاتاركت بتاع العيون، وبتسبب ضعف المناعة وقلة المحاصيل، وبتأثر على الكائنات الدقيقة اللي هي في البحار اللي بيتغذى عليها الأسماك، فبتكون النتيجة طبعا بتقل الثروة السمكية. هناك العديد من يعني التأثيرات لطبقة الأوزون، بالإضافة إلى أن هذه المواد اللي هي بتؤثر على طبقة الأوزون هي مواد شديدة التأثير على التغيرات المناخية. التغير المناخية احنا بنحسبه بمكافئ ثاني أكسيد الكربون وقيمته واحد، أما المواد دي فهي احنا بنحسبها مكافئ يعني آلاف المرات. فإذا التخلص من هذه المواد تحت بروتوكول مونتريال يؤدي نفع كبير جدا في يعني التخفيف من الانبعاثات اللي هي مؤثرة على التغيرات المناخية، ودي طبعا تهديد كبير، يعني بيتبعه آثار خطيرة زي ارتفاع مستوى سطح البحر، تذبذب أحزمة الأمطار مكانيا كميا، موجات جفاف، فيضانات، انتشار أمراض، بيأثر على الزراعة، على التنوع الحيوي، بيأثر على السياحة، لأن الكورال بيتش أو اللي هي يعني الألوان الجميلة دي اللي بنشوفها الناس بتغطس عليها. صحيح. طبعا يعني تأثيرات عديدة، لكن دكتور عزت يعني أظني المقاطعة ولكن سريعا جدا، خلال فترة كورونا يعني البعض تحدث عن أنه طبقة الأوزون كادت أن تلتئم بسبب أنه المصانع توقفت، وسائل النقل طبعا توقفت وما إلى ذلك، ما مدى صحة الكلام ده يا فندم؟ قد يكون جزء من هذا الكلام صحيح، لأن هي لما اكتشفوا ثقب الأوزون ده مساحته كبيرة بتبلغ ضعف مساحة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو موجود فوق القطب الجنوبي يسمى بثقب الأوزون الأعظم، ولكن هناك ثقب آخر موجودة فوق القطب الشمالي أقل مساحة، وده برضو أكثر إثارة للقلق، لأن ده بسبب تجمعات سكانية كثيفة في المناطق اللي هي بقارة أوروبا وأسيا وأمريكا الشمالية، وهذه الظاهرة بتحدث في فترات معينة من السنة، وبتساهم يعني بعض البرودة الشديدة في زيادة هذه الظاهرة، لكن هي اللي أنا عايز أقوله إن هي عملية يعني ذرات الأوزون في هذه الطبقة بيحصل لها بناء وهدم على فترات طويلة، وفعلا ممكن في فترة من فترات بيكون ثقب الأوزون أقل اتساعا، وممكن برضو بيرجع يتسع نتيجة ظواهر وفي فترات معينة من السنة. وأكيد طبعا المواد الانبعاثات اللي هي بتسبب الضرر كلما تقل، فبندي فرصة لطبقة الأوزون. وضحت الفكرة يا فندم. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عزت لويس، رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة ومنسق مشروعات بروتوكول مونتريال. بنشكر حضرتك يا فندم على كل هذه الإيضاحات.